السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة، ولا أسعد إن شاء الله يكون مساء حلو ويحلى طبعا متواجدكم أمام شاشة الظفرة. أرجو أرحب فيكم مشاهدينا، واليوم الخميس نتمنى لكم إجازة سعيدة بداية من مساء الإمارات وعبر قناة الظفرة. مستمرين معاكم ساعة ونصف في فقراتنا المتنوعة، إن شاء الله تنال على إعجابكم. أما الحين خلينا نروح معاكم إلى أهم عناويننا إلى حلقة اليوم. استراتيجية الإمارات للطاقة تضيء 3 عقود قادمة وفق رؤية وتوجهات سديدة. زوربا رواية تحمل فلسفة الحياة في ملامح إنسان يرقص إيقاع الفرح. وننهي مساء الإمارات في نهاية الأسبوع بصوت محمد الهاملي. مشاهدينا مثل ما شفتوا كانت هذه أهم العناوين، أما الآن مع نشرة الأخبار والزميل أمين مصبح. نشرة الأخبار من قناة الظفرة، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله مرسوما اتحاديا رقم 6 لسنة 2017 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وذلك بعد أن قامت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بإعداد القواعد والأنظمة المنفذة لاتفاقية مياه الصابورة متفقة مع المعايير الدولية، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية في الدولة بما في ذلك مصادرنا النادرة للمياه الصالحة للشرب. التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم في الجامعة القاسمية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتبادل سموهما الأحاديث الودية والمواضيع المشتركة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات وتوفير سبل العيش الكريم وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض دولة الإمارات. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على نظام المنافذ الإلكترونية لعبور المسافرين المستخدمة في مطارات الدولة، وهي إحدى الخدمات الذكية لوزارة الداخلية، والتي تعمل على تسهيل إجراءات السفر وتسريعها بحيث يتم إنهاء إجراءات السفر خلال المنفذ الإلكتروني في أقل من 10 ثواني. واستمع سموه إلى شرح مفصل حول آلية عمل المنفذ الإلكتروني وإجراءات التسجيل فيه التي تتطلب التسجيل لمرة واحدة فقط، وتكون الخدمة عندها سارية إلى انتهاء جواز السفر وتجديد البيانات للجواز الجديد. كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية اليوم في مبنى الجامعة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويأتي ذلك في توقيع المذكرة إدراكا من جامعة القاسمية ومنظمة الإيسيسكو لأهمية تعزيز التعاون وترسيخ العمل المشترك في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفكرية بما يخدم وتقضي اتفاقية التعاون المبرمة على تنفيذ مشروعات وبرامج وأنشطة مشتركة في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتدريب الأطر الأكاديمية في مختلف التخصصات وتنظيم ندوات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية إضافة إلى الفكرية. حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبد الرحمن سالم النعيمي مساء يوم أمس بمناسبة زفاف نجله يوسف إلى كريمة محمد خليفة بن سالمين العرياني. كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في منطقة الحميدية في إمارة عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، ومعالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الشيوخ بجانب وجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.
أشاد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بالتلاحم القوي بين قيادة وشعب الإمارات، والذي لا يخفى على أحد ويزداد ويقوى في كل يوم، وهو ما يتجلى كلما سنحت الفرصة. واعتبر حادث قندهار الإرهابي الذي استشهد بسببه عدد من أبناء دولة الإمارات بينما كانوا في مهمة إنسانية لصالح شعب أفغانستان أحد ملامح هذا التلاحم بالرغم من بشاعته وخسته. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لوكالة أنباء الإمارات عقب زيارة قام بها سموه صباح اليوم لمصابي حادث قندهار الإرهابي، اطمأن خلالها على أحوالهم الصحية، كما والتقى عددا من ذويهم الذين تواجدوا خلال الزيارة، والذين أكدوا لسموه أنهم وأبنائهم فداء للإمارات، كما عبروا عن سعادتهم بما يشهدونه من وقوف أصحاب السمو الشيوخ هذه الوقفة النبيلة إلى جانبهم وبما يلقونه من دعم ومؤازرة ومساندة وزيارات مستمرة لأبنائهم وتوجيهاتهم السامية في توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائهم. هذا وتوجه سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في ختام تصريحاته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتقبل شهداء الوطن ويتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم على مشروع مسوحات المنشآت والمباني وعدد السكان للعام 2017 في الإمارة. واستمع سموه خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور إبراهيم سعد إلى شرح حول أبرز التقنيات المستخدمة في العمل الإحصائي وكيفية ربطها بنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى أبرز المسوحات التي نفذها المركز في السنوات الماضية. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على ضرورة استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية. كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لاعبي فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك لمشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية وحصولهم على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للعام 2016، كان أبرزها كأس السفير الياباني. وأعرب سموه خلال لقائه لاعبي الفريق بمكتبه في الديوان الأميري عن سعادته بالتطور الرياضي الذي تشهده إمارة الفجيرة، مشيدا بالجهود التي تبذل من قبل الكادر الفني القائم على تطوير لعبة الجودو. افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم رسميا مركز العين للإخصاب للكشف الوراثي والتقنيات المساعدة على الإنجاب والتابع لمجموعة الخصخصة لتنمية الموارد بصندوق التكافل الاجتماعي، وذلك للعاملين في وزارة الداخلية وتحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة بالاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وفقا لأرقى المعايير العالمية التي يقدمها كادر طبي وفني متميز من جميع أنحاء العالم. هذا واطلع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عقب الافتتاح خلال عرض تقديمي على نشأة المركز ومراحل بناء وتأسيس أحدث المختبرات الطبية، تبعه جولة للتعرف على أقسام المركز والمختبرات الطبية، ومن بينها مختبر الإخصاب ومختبر الجينات الوراثية وأقسام وغرف العمليات والإفاقة والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية. في موضوع آخر، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس في قصر الشاطئ الفريق طه عثمان أحمد الحسين المبعوث الشخصي لرئيس السوداني وزير الدولة
مدير مكتب رئيس الجمهورية، ونقل الضيف في بداية اللقاء تحيات رئيس الفريق عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات قيادة وشعبا دوام الرقي والازدهار. بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي كاي ميكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، وسعادة ريتا سوان سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة والوفد المرافق لها، بحثا سبل دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفنلندا في المجالات المختلفة. وطلع الوفد خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الوزارة في دبي بحضور عدد من المسؤولين على خطط تطوير قطاع البنية التحتية في الدولة وبحث أوجه تبادل الخبرات في هذا المجال وسبل توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين. هذا وأثنى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمار لما في ذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين. بدأت وزارة تنمية المجتمع بوضع سياسة متكاملة للأسر الأحادية الوالدين تتضمن إضافة خدمات جديدة لفئة الأرامل والمطلقات بهدف ضمان حياة كريمة لهن ولتحسين مستوى الدخل الاقتصادي لأسرهن. وستلقي معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع بهذه الفئة خلال الأسابيع المقبلة للاستماع إليهن ووصول الخدمة المناسبة لهن ولأسرهن، وذلك ضمان تحقيق أهداف السياسة وتطلعاتها. كما تأتي هذه الخدمات إيمانا من الوزارة في تحقيق السعادة الآمنة والاستقرار الأسري ولتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات لتلبية احتياجاتها. بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في مكتب معالي الوزير في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوظبي صباح اليوم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم لقيادتي البلدين وحكومتي الشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع. في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية وتفعيل المسرعات الحكومية التي أطلقها سموه مؤخرا، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق مشروع تدريب واعتماد مديري المشروعات بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، والهادف إلى بناء قدرات 500 موظف في الحكومة الاتحادية من مديري المشروعات المرتبطة بمجالات الأجندة الوطنية ورؤية دولة الإمارات 2021. جاء ذلك في اجتماع بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. هذا وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الإمارات ومعهد إدارة المشاريع لذلك لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات في تعاون هو الأول من نوعه للمعهد على المستوى الحكومي. زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والشيخ علياء بنت خالد القاسمي مؤسس شركة منبارات
فعاليات الدورة الخامسة لبينال الشارقة للأطفال، والذي تنظمه مراكز أطفال الشارقة برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تحت شعار عالم كبير بحدود خيالك. وتقام فعالياته في متحف الشارقة للفنون بمنطقة الشويهيين بمشاركة 785 طفلا من مختلف أنحاء العالم. بحث سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة كومات كمال نافين سفير مملكة تايلاند لدى الدولة والوفد المرافق له اليوم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، هذا بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة العالمية. وأشاد سعادة وكيل وزارة الدفاع خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد تطورا ملحوظا في المجالات كافة، مؤكدا أهمية تطوير التعاون المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع. زار وفد من ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية اليوم موقع واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، والتي شيدت تخليدا لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم. واطلع الوفد الذي ترأسه سعادة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا من ألواح الألومنيوم الضخمة، يستند كل واحد منها على الآخر في تعبير رمزي للوحدة والتكاتف والتساند والتآلف والقوة، كما اطلع على ميدان الفخر وجناح الشرف، ودعا الجميع المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ورضوانه. انتخب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم أمس سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رئيسة لدورته في عام 2017، خلفا للرئيس السابق السفير محمد خالد الخياري المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة. وقد جاء انتخاب السفيرة نسيبة لدورة هذا العام ممثلة عن مجموعة الدول الآسيوية والباسيفيك لدى الأمم المتحدة في المجلس التنفيذي لهيئة المرأة، حيث تتناوب المجموعات الجغرافية الخمس على الدورات السنوية لرئاسة هذا المجلس. هذا وعبرت سعادة السفيرة نسيبة في بيان لها في أعقاب عملية الانتخاب عن شكرها للرئيس السابق سعادة السفير الخياري على القيادة الملتزمة والمساهمة الممتازة التي عبر عنها خلال فترة رئاسته للمجلس العام الماضي، وأيضا للسيدة فومزلي لامبو نوغا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أعربت أيضا عن امتنانها لأعضاء المجلس التنفيذي على انتخابها كرئيسة للمجلس هذا العام، وأعلنت عن تشرفها لأن تكون أول ممثلة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بهذا الدور الهام، مبدية تطلعاتها للعمل من أجل تعزيز الأولويات الهامة لهيئة المرأة لهذا العام. إذن إلى الشأن الاقتصادي مشاهدينا، لنتابع آخر إغلاقات الأسواق الإماراتية في ختام تعاملاتها في نهاية الأسبوع. لنتابع. والآن نتابع مشاهدين آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة ونترككم في أمان الله وحفظه ونهاية أسبوع سعيدة.
حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. بحسب مختصين ومحللين ذوي الشأن بالطاقة، فإن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تنبع من رؤية وتوجهات قيادة الدولة الرشيدة ونتاج عمل ضخم كان أبطاله فريق العمل الحكومي المتميز. ونبدأ اليوم مسيرة أخرى من العمل الدؤوب وفق خطة محكمة وجدول زمني دقيق للوصول إلى أكثر مما يراد تحقيقه خلال السنوات المقبلة. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد أعلن عن استراتيجية الإمارات للطاقة للثلاثة عقود القادمة، مؤكدا سموه أن هذه الاستراتيجية ستضمن تلبية الطلب على الطاقة وتحقيق نمو متوازن ومستدام في اقتصاد الدولة. نتحدث اليوم عن هذه الاستراتيجية أكثر مع الدكتور عماد سعد وهو خبير استدامة ومسؤولية مجتمعية. حياك الله دكتور عماد. حيا الله. الله يسلم. طبعا عندنا نحن تقرير عن هذا الموضوع طبعا هذا الأسبوع الحافل ومن ثم نعود لحوارنا معك. صدقت. إذن مشاهدينا إلى التقرير وعودة بعد قليل، تابعونا. أعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاث عقود المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد الدولة. وتعد استراتيجية الإمارات للطاقة الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة، وتحفز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة. دكتور عماد، استعدادات وأيضا رؤى كثيرة جدا يعني دولة الإمارات تعمل عليها بجد وبجهد كبير جدا، لكن الطاقة 2050 فأهم ملامح استراتيجيتنا بإذن الله ما هي؟ شكرا جزيلا. هذه الخطة الاستراتيجية خطة واعدة لأنها تنظر إلى المستقبل بعيون مسؤولة ومستدامة، عيون تلبي التنمية المتزايدة بنمو مضطرد قدره 6%، تلبي احتياجات التنمية من الطاقة لأن الطاقة هي عمود الفقر للتنمية. جميل. فبالتالي هذه التلبية تتسم بالمسؤولية والاستدامة. مسؤولية تجاه من؟ تجاه المجتمع وتجاه الإنسان وتجاه البيئة. فبالتالي هذه السلة الطاقوية نسميها سلة ذات بعد مسؤول اتجاه الإنسان والبيئة والمجتمع بشكل عام. طيب رأيك كمطلع ومهتم أيضا بموضوع الطاقة، كيف وجدت الاستراتيجية أو أهم ما استوقفك فيها أو في آليتها أو في رؤيتها؟ والله أنا من قراءة المتواضعة أرى أنه هذه الاستراتيجية لديها أربع مؤشرات، أو قرأت فيها أربع مؤشرات رئيسية. المؤشر الأول أنه هذه السلة الطاقوية سلة نظيفة. نعم. تتألف من 44% من طاقة متشددة. جميل. متشددة يعني في عنا رياح وشمس، ولدينا أيضا 6% طاقة نووية، لدينا 38% وقود أحفوري نظيف ألا وهو الغاز. جميل. ولدينا أيضا 12% من الفحم الأخضر أيضا وقود أحفوري لكن نظيف. فبالتالي الباكج كامل عبارة عن سلة صديقة للبيئة. نعم. سلة من الطاقة صديقة للبيئة تلبي احتياجات وتطلعات التنمية لكن لديها مسؤولية ولديها استدامة. أكيد طبعا تطويع كل هذه الثروات طبعا اللي احنا تكلمت عنها لابد أن تقابلها الكثير من التحديات، في رأيك كيف ستتعامل دولة الإمارات مع هذه التحديات؟ التحديات يعني جزء طبيعي من أي تنمية،
من أي نمو على المستوى الفردي أم المؤسسي أم الدولي. نعم. فاستباق التحديات بأنك أنت يكون عندك بنية مؤسسية تواكب التطلعات. أهم تحدي هو تخفيض كلفة إنتاج الطاقة النظيفة بما يعادل أو يضاهي الكلفة الحالية للوقود الأحفوري. جميل. طبعا هذا الفرق بين كلفة إنتاج الكيلووات ساعي من الطاقة بواسطة الوقود الأحفوري وقياسا بالوقود بالطاقة الشمسية سابقا كان هائل جدا. طبعا اليوم الحجم الفجوة بين الوقود الآلتين أو المنظومتين صار بسيط جدا، إلى درجة أنه الإمارات، وهذه معلومة يعني حديثة ومهمة جدا، وصلت إلى أقل تكلفة لسعر إنتاج الكيلووات ساعي من الطاقة الشمسية، ألا وهو 2.24 من السنت الأمريكي. فبالتالي هذه تكلفة لم يصل إليها أي دولة في العالم بتخفيض كلفة إنتاج الكيلووات ساعي على مستوى العالم من الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة. فهذا الحال يرافقه وجود مختبر للإبداع والابتكار. أكيد. في مجال شو؟ في مجال الطاقة، لأنه نحن السنة الماضية كان عندنا عام الابتكار، فالابتكار عندنا 7 محاور رئيسية. أحد إحدى هذه المحاور كان موضوع الطاقة المتجددة. إذا نحن لدينا بـ 2017 راح يكتمل بناء مركز الابتكار الخاص بالطاقة المتجددة في مدينة دبي، فبالتالي راح يغطي احتياجات وتحديات هذا القطاع، لكي يستطيع أن يواكب ال 35 سنة القادمة لكي نصل إلى 2050. جميل. طبعا المدة أنت تحدثت يعني حوالي 35 سنة قادمة إن شاء الله أو أكثر لأن نصل إلى هاي الطاقة النظيفة بمعدل قدره 600 مليار. طيب المدة هذه تلعب في أي، هل تلعب لصالح الإنجاز أو أنها تكون ممكن تكون عائق، أو أن هذه المدة مدروسة بأن نحن نمشي خطوة بخطوة حتى نصل بسلاسة إلى ما نبحث عنه؟ تعودنا نحن دولة الإمارات أن نمشي ببطء كي نصل بسرعة، يعني بمعنى بنية تحتية قوية. جميل. تساعد النمو المستدام، النمو المسؤول. بالتالي عندما تصل بقوة، لا تصل وعندك فجوات كبيرة إلى الخلف. فال 35 سنة هدول وضعت لهم هذه الخطة الغير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، وكانت تمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون هذه الخطة تشمل ليس دولة الإمارات فقط بل دول مجلس التعاون بسبب تشابه الوضع الاقتصادي لهذه الدول، ويأمل ذلك وإن شاء الله نصل إلى هذه الحالة من التكامل الاقتصادي. دعني أقول أكثر من ذلك، صاحب الرؤية وصاحب القرار في هذا الموضوع منذ سنة وثلاث أيام بالتحديد في 16 يناير 2016 غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد غرد في تويتر وقال نقلا عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأنه سوف تحتفل دولة الإمارات بتصدير آخر برميل من النفط، وقام بترجمة هذه الرؤية إلى خطة استراتيجية بعد سنة كاملة. هالخطة هيدي تغطي 35 سنة إلى الأمام طبعا، وخطة غير مسبوقة، وخطة تحتوي على الكثير من الحوافز للقطاع الخاص وللقطاع العام وللقطاع المشترك. وبنفس الوقت إحدى المؤشرات التي أراها ضمن هذه الخطة أنها تساهم بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. نعم. بوجود استثمارات تقدر ب 600 مليار درهم في مجال الطاقة المتجددة، تحديدا نحن عندنا بدولة الإمارات والشرق الأوسط بشكل عام، بس دولة الإمارات واحدة منهم تقع على بيسموها خط الانحناء الشمسي يلي أعلى معدل سطوع. نعم. على مستوى العالم، وهذه ليس لنا بها إنما هذا جغرافيا. نعم. فبالتالي وقوع دولة الإمارات ضمن هذا النطاق الشمسي الأعلى معدل سطوع يعطينا فرصة أنه نستثمر بهذه الطاقة الشمسية. جميل. بأعلى درجة إلى أن نصل إلى أن تضاهي بكلفتها الوقود الأحفوري، وسوف نصل.
يعني اليوم وصلنا إلى أقل تكلفة لإنتاج الطاقة بواسطة الشمس، فسوف نصل إلى الحد الأعلى إن شاء الله. أكيد طبعا، لذلك الإمارات تبنت من خلال وزارة الطاقة أيضا كل ما يخص الشمس والرياح أيضا، حتى ولو لم تبدأ معنا الرياح بعد، ولكن أيضا يعني المتوقع في القادم أن يكون تختلف الأجواء، وبالتالي نحن يعني تلعب الإمارات على الجانبين حتى تتوازن الموضوع. صحيح، بمعنى هذا نسميه استثمار الممكن. نعم. استثمار الإمكانيات المتاحة الطبيعية الموجودة في دولة الإمارات التي حبان الله بها، فبالتالي لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة. طب ذكرت أنت أن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050 ذكرت بعض منه، لكن أهم سنعمل عليه حتى ننميه ونستطيع من خلاله أن يعوضنا عن الطاقة الأحفورية. الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية ستكون هي البديل الأول رقم واحد. هي البديل الأول رقم واحد، يعني لا نستطيع أن نعول كثيرا على طاقة الرياح. لا. لأنه يعني هذه ليست بيدنا، يعني هذا تيارات هوائية معروفة ومقاسة عبر سنوات طويلة. أكيد. في المنطقة، فبالتالي معروف شو المعدل المحتمل لاستثمار هذه الرياح، ووضعت بعض العنفات أو التوربينات الهوائية، وضعت بسير بنياس، وضعت بالفجيرة، وضعت مسافي، يعني وضعت بالعين، ففي تجارب لقياس المعدل الاستثماري لكي تكون اقتصادية. إنما نحن مقبلين على استثمار اقتصادي كبير جدا ومجدي جدا وصديق للبيئة ومستدام في الطاقة الشمسية. أكيد. وبدأنا الإنتاج على أرض الواقع، نحن طبعا ننتج. أستاذي يعني دكتور عماد، كثير من الجهات وكثير من المصانع اتجهت إلى طاقة بديلة، وأيضا خاصة به تحويل الطاقة إلى البطاريات ومن ثم استخدامها حتى في مجال الصناعي ومجال السيارات. فهناك أكيد طبعا تنبه من حول العالم بأن الانبعاثات الكربونية سيكون لها أثر سلبي كبير جدا في القادم، بعدد بما أن زيادة سكانية وأيضا متطلبات حياتية كثيرة جدا. فهذه الاستراتيجية ماذا تأثيرها على البصمة الكربونية في الإمارات؟ أولا، نحن دولة الإمارات مثل كل الدول لدينا بصمة كربونية عالية، وهذه تحدي كبير. ومن مخرجات قمة المناخ في باريس في العام الماضي كانت، ودولة الإمارات وقعت عليها وكان لها دور إيجابي فاعل فيها في نجاحها، أنه من مخرجاتها اتفاق كافة الدول على تخفيض رقم البصمة الكربونية الناتج عن التنمية، بمعنى تخفيض غاز إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون من مختلف مرافق التنمية. هذا التخفيض بده خطة استراتيجية لا يأتي اعتباطا. فالإمارات وضعت خطة ليست من الآن، لكن إنما هذه الخطة تلبي للمستقبل. طبعا. إنما هي لديها خطة وخفضت رقم البصمة الكربونية قياسا من 2001 عندما تم إطلاق مؤشر دافوز للبيئة، إلى اليوم نحن تقدمنا أكثر من 70% مما كنا عليه. لكن إنما أمامنا طموح، نحن طموحنا أنه أنا وشعبي نحب المركز الأول. نعم. هذا طموحنا، فبالتالي هذا الطموح يجب أن يرافقه برامج ويرافقه خطط استراتيجية. هذه الخطة تلبي طموح القيادة السياسية في الإمارات لكي نكون ليست دبي فقط، إنما الإمارات بشكل عام هي أكثر مدن العالم أو أكثر بلدان العالم استدامة مع حلول العالم 2021. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دكتور عماد، هل هناك كلمة تحب أن توجهها بخصوص هذا الأسبوع خاصة لدولة الإمارات؟ والله يعني الموضوع الخطة الاستراتيجية وأثر على الفرد، خلينا نحكي على الفرد، إنه عم نحكي على المنشآت الاستراتيجية على مستوى الدولة أوكي، لكن إنما الفرد ما هو دوره وما تأثير هذه الخطة على الفرد. هذه الخطة سوف تتيح الفرصة للاستثمار مع القطاع الخاص في موضوع ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة بما هي عليه. نعم. يعني في خطين، خط زيادة الكفاءة مع الترشيد، هيدي الفرد يلعب دور كبير بها، علما بأنه معدل رقم البصمة الكربونية لدولة الإمارات 57% من هذا الرقم مسؤول عنه قطاع السكن. من؟ نعم. قطاع السكن يعني كافة أفراد المجتمع. أفراد. نعم صحيح. بالتالي نحن لنا دور في هذا الرقم وعلينا مسؤولية، فبالتالي نستطيع أن نساهم. ما نحتاجه هو مزيد من المبادرات، مزيد من المسؤولية المجتمعية. نعم. حيال مجتمعنا وبيئتنا ومستقبلنا. أكيد. لكي يكون مستدام وسعادة إن شاء الله. الحين الجميل في الأمر أن الإمارات عندما تخرج بمنظومة أو باستراتيجية أو بمبادرة يشارك فيها طبعا أفراد المجتمع، فتصله المعلومات بكافة الوسائل، ولذلك عليه أن يأخذ
فعلا مثل ما ذكرت المسؤولية على عاتقه وأن يساهم بشكل أو بآخر في تنمية هذا المجتمع. كل شكر لك أستاذي. كلنا شركاء في المسؤولية والبناء. الحمد لله. شكرا دكتور. تسلم. الله يحفظك. مشاهدينا كل الشكر للدكتور عماد سعد وهو خبير استدامة ومسؤولية مجتمعية. مشاهدينا كانت هذه فقرة حوار المساء، فاصل قصير ورادين. تحية لكم من جديد مشاهدين، ويعطيك العافية عبد الله والنظارة منورة ما شاء الله. أبدا كسر حسب ما تنكسر. لا بس قلنا بسم الله ما شاء الله، خايف على نظارة مشاهدينا. خلنا نروح معاكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة اللي تظهر أمامكم على الشاشة، واللي تقدرون من خلالها أنكم تتواصلون ويانا وتشوفون إعادة لكل ما يعرض على شاشة الظفرة. وروح معاكم إلى هاشتاج تعيش على مبدأ من الأوسماء التي تم التفاعل معها اليوم بكثرة وتنوعت التغريدات عليها بالمبادئ التي يعيش عليها وينتهجها الناس. ناصر الشهراني قال: عيش الحياة برغبتك وبمبادئك، عيش منغلق عيش منفتح لا تبالي. طبعا صح لسانك، وهذا بيت قصيد معروف الكل يعرفه. اللي يحبك طبعا يقول اللي يحبك كيف ما كنت بيجيك وين جاك، ما انت بحاجة لشخص ثاني. ليش تأشر علي عبد الله؟ هاي مرة راحت كذي بروحها. ما تقدر، المشكلة برنامج أنا وأنت. طيب مشاهدينا روح معاكم إلى هاشتاج تعيش على مبدأ، غردت فاطمة القحطاني وقالت: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان. نعم. علي بن الحصى إذن قال: إني أقول الحق مهما كانت الظروف، وأن لا أخاف في الله لومة لائم. أكيد صح لسانك وهذا كلام صحيح. قال إني وأنا لا أخاف. زي. طبعا. ونختم مع علي بن زيد اللي قال: الكمال لله، الإيمان بالاختلاف، الترفع عن البحث أو الحديث عن أخطاء الآخرين، والتعايش والسلام على الجميع دون تصنيف. جدا رائع، كلامك وايد حلو. جميل طبعا. عبد الله انت قبل لا تاخذ الدواء عاده تقرا الروشتات اللي موجوده او تقرا التحذيرات او دواعي الاستعمال وتحاذير عاده تسوي شيء ولا تاخذ الدواء؟ لا صراحه صدقا صدقا الحمد لله ما اخذ دواء. بسم الله عليك، الله لا يضرك. ولكن ان صارت لو في دواء دكتوره عندي ما شاء الله جراح ما شاء الله، الله يحفظها برقية ما شاء الله تبارك. أقول طيب عندي كذا بس خلاص. خلاص من الألف لين الياء. الله يحفظكم إن شاء الله. طيب مشاهدينا إن شاء الله أن عبد الله ما يصير معاه مثل ما صار في هذا المقطع، خلنا نروح نشوفه. يعني هذا فهم الارشادات غلط ولا العقل زين يا ريم؟ يعطيه العافيه. يعني صراحه فاهم التعليمات غلط، ولكن زي ما ماتت بيد الحرمه المسكينه. هذا شوفي هذه هيك اللي يقول لك اللي فيه حره بعرف كيف يطلعها ويباها من الله، بس يبي السبب غير المسبب. هو المسبب للموت ما ظنيتي كان بيه من المرض، بيه من الرجل المسكين اللي يته. بس حلو كبار في السن انه خلاص يعني الامور خلاص هي عدى عليهم القطار، الله يحفظهم ان شاء الله. مشاهدينا البساطه في الحياه مطلوبه، مثل ما عانت صباح الله يرحمها طبعا على البساطه. البساطه صباح يعني على البساطة على البساطة على انزل لي طلعت وياي البطاطا البطاطا يا عيني على البساطة يا عيني عبد الله ما تعشى. البساطة خلت صاحب هذا المقطع يسوي جيم في البيت من شغلات بسيطة موجودة ومتوفرة، وفي هذا المقطع يشرح لنا كيف استخدم هذه المعدات الرياضية. نتابع وياكم. اليوم في نادي القرية الترفيهي، نادي متواضع وبسيط وكله يعني من أعمال تقنية حديثة. انتقل للجهة الثانية كما نلاحظ هنا. حقيقة نحبنا بهذا المشروع ونريد من يتبنى هذا الغلام مبدع، إنسان عنده أفكار بس ما هو يوجدنا من يتبنى هذا الشخص. هذا عملية تدريب الآن العضلات كما تلاحظون، الأثقال كلها يعني مميزة
الجهة الأخرى هذا كذلك تاج محلي صناعة يدوية ولكنها تدي الغرض في التدريب. في الناحية الأخرى الأعلى ما شاء الله تبارك الله هذا هو النادي نادي القرية الترفيهي. يعني نادي لا حول ولا قوة إلا بالله. رضينا على البساطة البساطة. نحن رضينا في النادي. صباح صدق. أنا عجبني شيء واحد إيمان المعلق. لا فظيع. ولا ويقول لك نادي القرية التراثي. والمدرب متلثم. فظيع حلو ظهر وجهه باكر بيحصل عمره هو كذي وما شاء الله سوشيال ميديا طلع لو يبين وجهه شو بيصير فيه. بس يعني مثل ما يقول لك ما أدري هو الفقر أو الاختراع أو شو اللي خلاه يخترع هذا الجيم اللي مسوينه. الحاجة ومن الاختراع. الحاجة ومن الاختراع. زين بس نحن زمان تركنا فعلا نسوي هاي. إحنا نقول نتبنى المشروع هذا يا جماعة. لا بس أنت ونسوي نادي منزلي. آلية الاشتراك يقول لك واحد من الشباب كيف الاشتراك؟ أنا صراحة بروح بشترك عنده خلاص. أنا أعتبرني أول واحد. بطل سمن. وكيس شجر عضلات وتروحين وتقدمين لهم يوني تعيش طال عمرك وتشلها. لا والله صدق ونحن صغار والله كنا نسوي اشياء مثل شيء عادي يعني ما في كنت شيء كنت تسويها فعليا يعني قوطي نيد وكنت تترس يا رمل الديسك مال السياره هذا اللي يركب عليه بريكات ها كنا مسويين منه حديد عادي. عبد الله عاد انت وايد قديم يعني تتكلم على سنواتك لو سمحت. انا بعدني جديده انا يونيك بعدني ما اعرف هالسوالف. شو عندنا بعد؟ طيب بعد ما أخذناكم في جولة حول النادي البساطة. القرية التراثي اللي شفناه بناخذكم على جولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونروح معاكم إلى عناوين أخرى في الصحف المحلية الصادرة اليوم من الخليج ونقرأ في عناوينها. تفعيل خدمة رسوم المواقف في شارع الاتحاد بعجمان. ما اللي يمشي في دبي يمشي عليكم على الكل يلا. أيضا نطلع في الإمارات اليوم منافذ بيع كبيرة ومتوسطة في أبوظبي تخلو من السلع مثبتة الأسعار ومسؤولون فيها أرجعوها إلى رفض موردين تثبيت الأسعار ومخاوف من تأثر الأرباح. أما في الرؤية فنقرأ قواعد لإنتاج الكهرباء شمسيا والتنظيم والرقابة تقول أن شحن السيارات عبر المحطات يكفي 500 كيلومتر. جميل. في الاتحاد نطالع تكثيف الرقابة بالرادارات والقناص على طريقي أبوظبي السلع والعين ومناشدة المجتمع تكثيف جهود التوعية بخطورة السرعة. يعني لا تقول ما قلنا لكم ها طريق السلع العين عندهم رادارات تحذروا. سيكون في عناوين البيان في عددها ليوم غد الجمعة معذبة الطفلة سلامة تواجه تهمة القتل العمد. طبعا مشاهدينا ينطلق صباح يوم غد الجمعة الموافق 20 يناير ماراثون دبي 2017 بالتنسيق مع شرطة دبي واتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى للمنافسة في 3 سباقات. وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد خطت خطة مرورية لتنظيم الماراثون ونستضيف عنها أكثر من المهندس عادل المرزوقي مدير إدارة حرم الطريق في هيئة الطرق والمواصلات اللي ينضم إلينا عبر الهاتف. حياك الله أستاذ الكريم. مرحبا اخوي عبد الله ومرحبا اختي ريم. يا هلا ومرحبا حيا الله مهندس عادل. بدايه الامر اذا بتخبرنا كيف بتكون الحركه المروريه باكر ان شاء الله وهل هناك تحويل طرق او مسارات بتكون ليوم غد لانه بيكون حافل ما شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا حاب اشكر قناه ظفره على هذه الاستضافه وتحت الفرصه لنا للتواصل مع الساده المشاهدين. طبعا بخصوص فعالية ماراثون دبي هذا الماراثون طبعا ماراثون رقم 17 قامت هيئة طرق المواصلات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وأيضا اتحاد الإمارات لألعاب القوى وأيضا مجلس دبي الرياضي. قمنا بوضع خطة شاملة لدار الحركة المرورية لضمان سلامة المتسابقين طبعا في المقام الأول وأيضا ضمان سلاسة الحركة المرورية في الإمارة بشكل عام. جميل. طبعا هناك بتكون عدد من الاغلاقات مثل ما ذكرتي. طبعا السباق بيكون مينلي على شارع جميره. طبعا بيكون شارع جميره وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز. طبعا بيكون الشارعين هاي المغلقين طبعا لعمليه السباق بيكون على هالشارعين بشكل رئيسي. من اي وقت بس مهندس عادل؟ طبعا السباق بيكون متقسمه لثلاث مراحل. السباق الرئيسي بيكون طبعا الشارع مغلق من الساعه 6 مساء صباحا فجر لين الساعة 12، 6 ساعات بتكون الشوارع هاي مغلقة، بس نعم. طبعا الإغلاق ما بيكون 6 ساعات بالكامل، بيكون هناك فتح للحركة المرورية بدءاً من الساعة 9. جميل. موفقين إن شاء الله في الله يسلمك، إذا حاب بس أشرح لكم الثلاث سباقات إذا تفضل أي تفضل أكيد. تفضل مهندس. السباق الأول طبعا بيكون السباق الرئيسي، السباق بيبتدي إن شاء الله الساعة 6:30 الصبح،
ومتوقعين ان اخر متسابق يوصل خط النهايه الساعه 12 الظهر. السباق بيكون مسافته 42 كيلومتر، متوقعين ان السباق هذا يكون فيه 3000 متسابق ما شاء الله. وخط السير طبعا بيكون من شارع ام سقيم امام اكاديميه الشرطه دبي مرورا الى تقاطع مدينه جميره، ومن ثم الى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، ورجوعا مره اخرى من تقاطع دبي مدينه دبي للاعلام، وبالتالي الى شارع جميره باكمله وصولا الى متحف الاتحاد ما شاء. ومن ثم الى حوض دبي الجاف، ورجوعا مره اخرى على شارع جميره وصولا مره اخرى الى شارع ام سقيم امام اكاديميه الشرطه اللي هي خط النهايه. السباق الاول هذا. نعم. السباق الثاني اخوي عبد الله، السباق هذا بيكون بدايه الساعه 9 الصبح. طبعا هذا السباق اللي هو محبوب شوي للجماهير، متوقعين 15000 متسابق. نعم. لان مسافه السباق بيكون 10 كيلومتر فقط. 10. نعم. نعم، ومتوقعين 15000 متسابق. بيكون هذا السباق طبعا على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، طبعا مين اللي على هالشارع ساير، ورجوعا مره اخرى من تقاطع مدينه دبي الاعلام، ومره اخرى رجوعا الى شارع ام سقيم خط النهايه. السباق هذا بيكون لمده ساعتين. نعم. يعني بيكون النهائي بيكون على الساعه 12 يعني ان شاء الله. نعم، احنا متوقعين على الساعه 12. نعم، معظم السباقات هذه الثلاثه ان شاء الله باذن الرحمن. يعني اللي بيطلع يتمشى على جميره ما يطلع قبل الساعه 12، بيكون زحمه. لا يلبس ذهب عمره على اساس يركض ما يمشي. يلا مش مشكله، يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. الله يسلمكم. السباق الثالث اختي ريم. نعم. السباق الثالث الاخير، هذا السباق بيكون اصغر سباق اللي هو مسافته 4 كيلومتر. السباق هذا بيكون من بدايته من شارع عبد الله عمران تريم، ورجوعا مره اخرى من شارع ملك سلمان بن عبد العزيز لمسافه 4 كيلومتر، ورجوعا الى شارع ام سقيم امام اكاديميه الشرطه اللي هو المتوقعين. بس احنا حطينا خطه هالسنه ان نفتح الحركه المروريه من الساعه 9 صباحا. يعني خلينا نقول خط السير وانت تحركين من تقاطع مدينه جميره بالاتجاه الى متحف الاتحاد، عند كل تقاطع مثلا تقاطع شارع الثانيه الشوارع العموديه الساعه 9 بنفتح التقاطع امام حركه السير. نعم. وبعد ذلك نفتح الحركه امام شارع المناره، ومن ثم شارع ام الشيخ وشارع المحمل، بعد اخر متسابق يمر على التقاطع الاشاره الضوئيه، ونفتح الحركه امام المروريه امام حركه السير. يعطيكم العافيه ان شاء الله. يعطيكم العافيه، كل التوفيق لكم ان شاء الله، وسباقات ان شاء الله تكون جميله، والجو باكر ان شاء الله بيكون ولا اروع. ربي يحفظكم ان شاء الله بالتوفيق مهندس عادل. الله يسلمكم. الله يحفظك يا رب. مشكورين. طبعا نشكر المهندس عادل المرزوقي مدير إدارة حرم الطريق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كان معنا في هذا الهاتف هذه المداخلة. أما ماراثون دبي 2017 أما محبين الفروسية الجميلة عليهم أن يتوجهوا إلى إمارة الشارقة خلال اليومين القادمين، حيث وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز أيام الخميس 19 يناير وإلى السبت 21 يناير الجاري في تمام الساعة 10 صباحا من كل يوم على أرض الصالة المغطاة والميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق. موفقين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مشاهدينا، زوربا اليوناني للروائي العالمي نيكوس كازانتزاكي عبارة عن فلسفة عميقة تعرف الحياة البسيطة سلسلة للإنسان، إنها فلسفة حب الوطن والحياة وتناحر العقل والروح والجسد من أجل المبادئ السامية والمثل العليا ونكران الذات، فلسفة الصداقة الحميمة اللي بنيت في مجتمع بدائي فوق أنقاض المصلحة الذاتية. دعونا نستمع بقراءة بعض من هذه الصفحات، طبعا يقدمها لنا الزميل علاء اللولو. يا لمرارة الافتراق ببطء عن الأحباء، من الأفضل الانقطاع مرة واحدة والعودة إلى الوحدة، وهي جو طبيعي للإنسان. ومع ذلك في ذلك الفجر الممطر لم أكن لأستطيع الانفصال عن صديقي، فيما بعد فهمت لماذا بعد فوات الأوان. مع الأسف لقد صعدت معه إلى المركب وجلست في مقصورته بين الحقائب المتناثرة، كنت أنظر إليه مليا وبإلحاح بينما كان انتباهه منصرفا إلى مكان آخر، وكأنني أود أن أسجل ملامحه الواحدة تلو الآخر في ذاكرتي. عينيه المضيئتين بلون أزرق أخضر، ووجهه المليء والتعبير النفاذ المترفع المرتسم عليه، وفوق كل شيء يديه الأرستقراطيتين. وفجأة باغت نظرتي الجشعة البطيئة المنسابة عليه،
فالتفت وعلى وجهه تلك السخرية التي يلجأ إليها عندما يريد أن يخفي انفعاله، ونظر إلي وفهم وسألني بابتسامة ساخرة ليخفي كآبتنا: إلى متى؟ ماذا؟ إلى متى؟ كان صوته يرتجف، كان يعرف أنه لأمر يدعو إلى الخجل لا يستطيع السيطرة على قلبه. الدموع، الكلمات الرقيقة والحركات المضطربة والعواطف المبتذلة، كل ذلك كان يبدو له ضعفاً ولا يليق بالإنسان. إننا لم نتبادل قط نحن الذين كنا نحب بعضنا بعضاً كثيراً أي كلمة تودد. كنا نمثل ونتخادش كما تفعل الحيوانات، هو الإنسان الرقيق الساخر الدمث وأنا البربري، هو الذي يسيطر على نفسه ويستنفد بسهولة كل انفعالات روحه بابتسامة، وأنا الجلف الذي ينفجر بضحكة خرقاء وحشية. سقط طفل صغير في بئر، وهناك وجد مدينة رائعة فيها حدائق مزهرة وبحيرة من العسل وجبل من الأرز الحليبي ودما متعددة الألوان، وكنت كلما أكثرت من التهجي شدني كل مقطع أكثر فأكثر إلى أعماق الحكاية. وذات يوم وأنا عائد من المدرسة ظهرا دخلت المنزل ركضا، وأسرعت إلى حافة بئر الباحة تحت العريشة، وأخذت أنظر مأسورا إلى صفحة الماء الثقيلة السوداء، وسرعان ما خيل إلي أنني أرى المدينة الرائعة، بيوتا وشوارع وأولادا وعريشة مثقلة بالعنب. ولم أعد أطيق صبرا، فأحنيت رأسي ومددت ذراعي وأنا أضرب الأرض بقدمي كي أثب وأسقط، لكن أمي في تلك اللحظة رأتني فأطلقت صرخة وأسرعت ووصلت في الوقت المناسب لتمسكني من حزامي. بالنسبة لي لن أقرأ هذه الرواية صراحة، ما شدني شيء فيها، بس خلنا نروح معكم إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة، أكبر تجمع للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط ومنبرا هاما للحوار والتعاون الدولي، ما زلنا مستمرين في الإضاءة عليه مع زميلتنا دانا الحمادي في هذا التقرير. متواجدين حاليا في المعرض المصاحب للطاقة المتجددة المقام في مدينة أبوظبي، اللي يضم أكثر من 600 شركة، واللي خلى هالمعرض من أهم معارض الطاقة في العالم. خليكم معانا نشوف هالتقرير. خلال مشاركتنا في هذا المعرض القيم، احنا نحرص دائما في هيئة البيئة المحمية الطبيعية المشاركة الفاعلة وتقديم ايضا ما موجود في دولة الامارات من تنوع حيوي. فاليوم احنا نعرض مركز الحفية لصون البيئات الجبلية، الذي يعتبر اول مركز على مستوى الشرق الاوسط يعرض الحيوانات المهددة بالانقراض في بيئات شبه الجزيرة العربية، وهو جانب من التوعية اللي نقدمها للجمهور. ويفتح هذا المركز يوميا من الساعة 9 صباحا حين للساعة 6 المساء في جو مكيف للعائلات للزوار ولطلاب المدارس. بصراحة احنا باستمرار موجودين بنشارك في أسبوع الاستدامة والمنتدى العالمي لطاقة المستقبل، واحنا بنلمس انه تقريبا من البدايه، من اول ما تاسس للان، القفزات نوعيه من حيث الترتيب اللي والاعداد لهذا المؤتمر اللي يعتبر من اهم المؤتمرات اللي في مجال الطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه اللي بتصير على في منطقه الشرق الاوسط. واحنا كهيئه عربيه للطاقه المتجدده معنين
معنيين في نشر الوعي، ثقافة الوعي والمعرفة في الطاقة المتجددة. في عندنا واحد من أكبر المشاريع اللي هو مختص بالطاقة المستدامة، المكتب الرئيسي لشركة بيئة من تصميم المصممة العالمية زاها حديد. هذا إن شاء الله بدأ البناء فيه وقريبا إن شاء الله بيكون موجود على أرض الواقع. كذلك في عندنا مشاركات في المنطقة الثانية اللي هي مختصة بإدارة النفايات، أطلقنا كذلك بعض المشاريع اللي هي تهتم بالمجتمع وتوعية المجتمع. مشاهدينا وإلى آخر الأخبار، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم الإمارة دبي رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى 3 أضعاف حجمها الحالي، وذلك في إطار حرص سموه على تأكيد الدور المحوري لدولة الإمارات، وذلك أيضا لدعم جهود العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوفير مزيد من الدعم اللوجستي للمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال تقديم المعونات والمواد الإغاثية للمتضررين من جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم. وقد أمر سموه بإضافة مساحة جديدة إلى مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قدرها 300,000 قدم مربعة، بما يدعم قدرة شركاء المدينة من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال العمل الإغاثي للقيام بواجبها الإنساني على الوجه الأكمل. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عبد الله محمد عيسى الكعبي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الإنساني اتجاه الشعب الأفغاني في تفجير إرهابي غادر في مقر والي قندهار بأفغانستان. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل ذوي الشهيد في منطقة هيلي في مدينة العين. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعزيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وجدد سموه خلال حديثه مع ذوي الشهيد اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوفي بأبناء الوطن البررة الذين حملوا نفوسا سخية وأرواحا أبية في ميادين العطاء وحفروا أسماءهم في قلوبنا كنماذج وطنية مضيئة نذرت نفسها لأداء الواجب الوطني وكانت لها بصمات واضحة على طريق الإنسانية والخير. مشاهدينا هذه كانت جديد الأخبار، بعد قليل نواصل الفقرة الفنية. أرجع ورحب فيكم مشاهدين، وبعدنا مستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة. جلسة صدى الماضي عنوان يدل على ما فيه من أصالة، خاصة أنه يحمل في طياته أشعار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأضاف ووضع عليه ضيفنا محمد الهاملي ألحانه ولمساته الفنية اللي بيحدثنا أكثر عنها في ألبومه الجديد وما فيه من أغاني، وأكيد بيطربنا ويطربكم مشاهدينا بصوته العذب والجميل. يا هلا ومرحبا محمد ومنور معنا، سويت من أسرتنا يعني مثل ما يقولوا أسرة واحدة استوينا. الله يسلمك الضفرة، يا هلا الله يحييك ونور نوركم وقناة الظفر يعني بيتنا الثاني. الله يحفظك يا محمد، نحن نفتخر بك أبو حميد. طبعا يعني صدى الماضي جلسة، إيه نعم ما شاء الله طلعت على جلسة، هذا أنا صراحة مستانس أنها جلسة أن الألبوم جلسة، ليش؟ الحمد لله، وجلسة هو تغيير يعني، أنا قبل نزلت ألبوم رسمي موسيقي جميل وقلت أني أجرب أنزل ألبوم جلسة، يعني أنا كان خاطري من زمان يعني حلو أنزل ألبوم جلسة، والحمد لله توفقت في هذا. زين طبعا هم سمعوه على الكاسيت الشباب، نبغى الحين يشوفونه إن شاء الله فالهم ويسمعونه منه إن شاء الله. لا عندي جيب انا عليها كاسيت عادي، اشتغل كاسيت راح وقته انقرض الكاسيت، انت بعدك على الكاسيت جديمك نديمك، وهذا مثل يقول لك جديمك نديمك، هو عبد الله ما سجل جديد. شوف نحن نتمنى يعني اتمنى ان يرجع سيارات البر فيها سي دي ابو حميد، والله اتمنى يعني يرجع. انا بشجعك تيجي الصوف الجديد لبريسم، يلا خليك على جديمك. ذا
ذكراك صارت حبيبي من صدى الماضي محال أنسى وسامح جرح ماضينا لا لا تقرب ولا تتعب على الفاضي واليوم لعبك محا كل معانينا ذكراك صارت حبيبي من صدى الماضي محال أنسى وسامح جرح ماضينا لا عاد ترجع ولا كثر الجفا راضي كل شي عندي انتهى راحت ليالينا لا نور شمسك بقات ولا القمر ياضي أنهار حبك ترى من حكم قاضينا لا نور شمسك بقات ولا القمر ياضي أنهار حبك ترى من حكم قاضينا. شكرا لك يا محمد ما قصرت وجدا جميلة. طبعا أول شيء تحياتنا لوالدتك فاطمة من عبر شاشتنا الظفرة أجمل تحية لها. ثانيا محمد نحن يهمنا نعرف أن بداية كل فنان يمكن يكون في دعم لها من المنزل إن كان من الأب أو الأم ووالدتك يعني في شهادة لها ما شاء الله عليها الله يحفظ لك إياها أنها كانت من الداعمين لك في مسيرتك الفنية خلنا نعرف الدور هذا اللي كان الله يحفظها يعني الوالدة آمين إن شاء الله الوالدة يعني ما شاء الله عليها عندها حس فني يعني جميل. تفهم في الأشعار وهذا وتعرف يعني لها نظرة في الشعر وتحفظ ما شاء الله وعندها يعني تكتب قصايد ما شاء الله ما شاء الله عليك. انت خبرتني تحت الهواء ان قلت لي ان الوالده الله يطول بعمرها من النوع اللي تشجعك على الحفاظ على هويه التراث الاماراتي وخصوصا أكيد. في مثل هذا المجال يعني انت ما طلعت برا التراث الاماراتي دائما أكيد. انت تبغى توصل الهويه هذه الوطنيه أكيد. اللي موجوده من خلال غنائك فهذا اللي كان الدعم الاساسي فيها اكيد يعني حتى انا في هذا الالبوم يعني استشرتها يعني في كذا قصيده يعني وما شاء الله عندها يعني وافقت عليها اخذت الكونفيرم على كلها المفوضه يعني منها خيرت وياك ما شاء الله موجوده معنا السيده فاطمه ولا بعدها انزين بعدها. نحن زين محمد انزين. شو بتخبرنا عن البومك الجديد والله الالبوم يعني ما شاء الله يحمل مجموعه من كلمات والحان جميل فيه من كلمات المغفور للشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه ويجعل متواجد جدتنا الاغنيه اغنيه يا شوق هي كانت طبعا قبل بالموسيقى جدتها بالعود والجلسه كنظام جلسه محمد هاي كاميرتك هي. اقول الو 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 مرحبا مليون مرحبا محمد كيف حالك الله يسلمك بخير نور الشاشه ما شاء الله نور نورك يعني بذات عساك يا الله دوم على القوه آمين. اللهم امين اللهم امين ان شاء الله مساك الله بالنور امي فاطمه ايش حالك ربك بخير مرحبا ملايين مرحبا يا مرحبا وسهلا ونورتي معانا برنامج مساء الامارات امي فاطمه سرور راضيه على محمد يعطيك العافيه مشاهدينا طبعا معانا على الهاتف السيده فاطمه الهاملي وهي ولده الفنان محمد الهاملي ونحن طبعا بناخذ الشور والخبره من عندها خبرينا عن محمد وتشجيعك له في بداياته محمد والله الله يطول في عمره امين يا رب يعني فنان كبير وفنان وملحن وشاعر ما عليك كلام ما شاء الله محمد وانا مسوي كلمات من عندي ما شاء الله ولحنها الله يحفظك يا رب وغناها ولي الشرف ان مغني كلمات الشيخ زايد الله يرحمه الله امين يا رب يرحمه هذا اللي عندي غالي محمد من غلاط الشيخ زايد الله يرحمه الله يحفظك يا رب ان شاء الله زين امي فاطمه احنا نبغى نعرف محمد سالناه سؤال في لقاء سابق عن الحية اللي نحن نفتخر فيه في محمد ما شاء الله عليه والأخلاق الطيبة هذه والهدوء اللي هو دوم متواجد به يعني هذا من ما شاء الله من نبعكم طبعا خبرينا عنه وكيف جلساته وكيف روحاته وياياته وياكم والله محمد مش فنان محمد
محمد بعد راعي بوش الله يحفظه وراعي عزبه ما شاء الله عليه، ويتلقى له ضيوف ورحب. ما تقول فنان ما شاء الله متكبر، لا متواضع. الله الله يعني راعي سنع وراعي هبه ريح، ما عليه كلام محمد ما شاء الله. يوم ان انت ام وانت الخير والبركه يا امي فاطمه، وانها الشرف ان مغني الشيخ زايد الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. عندي كلمات حق الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره. اللهم امين امين. وبلحنها محمد الهاملي وبغنيها ان شاء الله بنترياها. الشرف ان حق ابو خالد هذه قصيده. نعم أمي، نحن عرفنا لك مشاركة في أعماله في ألبوم صدى الماضي، نبي نعرف شو المشاركة اللي سويتيها. أنا عندي دعم منه ومعطينا كلماتي. الله. واللي الشرف أن محمد الهاملي يغني لي. ونعم فيك أمي، بس سمعينا شيء من الكلمات، كان حافظتنها شيء من الكلمات أمي تحضرت. محمد بيسمعك. نعم نعم، يلا ما في مشكلة. هذا جواب دبلوماسي أمي. الله يحفظك محمد. شو تبغى محمد شو تبغى تقول؟ والله اني اتشرف باتصالها وتاج على راسي امي لو، وبقول ما بقدر اوفي عن الله يحفظها الكلام. الله يطول في عمرك. امين امين وياك. الله يحفظك يا رب. نزلت تحيه سنه محمد فنان ما شاء الله. الله يحفظك امي. الله يحييك ان شاء الله يا رب. شكر لك طبعا. ونرجع لك ونعزمكم في العزبه يا حي على الخشم. وصلنا ان شاء الله. تعالونا بالعزبه وبنكرمكم ونراكم العزبه. يعني اقدر روحك ان شاء الله بنوصلك امي. الطاقم الطاقم كله ان شاء الله يجون. بنوصلك بنحب راسك وبرد. حتى نور الكواليس وانا احب روسكم. يا علي اقدر روحك ما قصرتي. شكرا لوجودك معانا امي. انت واللي ورا الكواليس كلكم عازمين عندي. يا علي اقدر روحك ما قصرتي. والله. شكرا امي الله يحفظك يا رب. الكرم الله يرحم دائما. امين يا رب ان شاء الله. ابو عمر محمد بن رايد واخوانه وش الله. الله يحفظك يا رب. شكرا امي. يا مرحبا مرحبا باجي. مرحبا باجي. الله يحفظك يا ربي. ربي يحفظها لك يا محمد. آمين. ما شاء الله. هي قالت انت بتغني لنا مره من صوبك اللي اللي هي كتبتها لك او القصيده اللي عندك. بنسمع كلمات الوالده. هي شيء هي طبعا شيله. انا نعم زين من عقب ما نسمعها بنتكلم عن الشيله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. محلى شروق الشمس والجو هادي، أسري جدل اللي حبهم وسط دمي. هذي عطايا الله عشقي وفؤادي، أفرح بهم وأسعد وينزاح همي. بيت الشعر منصوب والشوق زادي، دلال قهوة والمحا بيبيمي. يحلى بهم وقتي وغاية مرادي، معهم أعيش الراح والوجد حلمي. عشق التراث يدوم أول وبادي، أول سفيرة للأصالة وباسمي. من راعيات الإبل مربى بلادي، عاشت إمارات الوفا حبها في دمي. عاشت إمارات الوفا حبها بدمنا كلنا. أكيد صح لسانك. وهذه كلمات الوالدة. هاي كلمات الله يحفظك ويطول بعمرك. جدا رائع. صح لسانك أمي فاطمة. جدا رائع الكلمات. خلينا نتكلم على الشيلات والشلات وأنت دخولك في هذا المجال. يعني ليش غيرت؟ ليش الشيلات بالذات؟ الشيلات يعني هي الفترة الأخيرة أغلب ما شاء الله الجمهور السعودي، يعني نحن خليجنا واحد. نعم. صحيح. أن نتبادل منهم الألحان الألحان والكلمات وهم يغنون لنا ونحن نغني لهم. لازم أن نرضي جميع الأذواق. والفنان يوم يكون عنده القدرة صراحة ما يوفر. صح. أكيد. لابد أنه يمشي على أكثر من موجة، لأنه فعلا يبغي يوصل لأكثر من جمهور، وكل كل جمهور له تعليقه الخاص وله محبته الخاصة، وبالتالي الحمد لله يرتقبها الفنان. محمد شو الفرت الخضر؟ الفرت الخضر هاي أغنية قديمة من كلمات السبيتش السبيتش أو السبيتش،
ومن ألحان التراث. جميل. ايه. تراثية بحتة. جدتها يعني. ايه جدتها الحمد لله. جميل. ريم تسأل شو الفرت الخضر، سيارة ولا؟ الفرت الخضر هو سيارة قديمة يعني، ما أدري لحقت عليه ولا ما لحقت. أنا قال لحقت على شيء، أنا على ألفينات مولودة جديدة أنا توني عاد 2001 مولودة أنا. حياة أبوي كان عنده لاند روفر، حتى الرنج ما كانت طاحة هيك اليوم، فما عندي خبرة عنها. خلينا نكتشف شو اسمه الفرت الخضر. الفرت الخضر خلينا نكتشف شو هي. بنسمعكم. ليه انت كريم ونحن نستاهل طال عمرك، وتحيه لمشاهدينك ومتابعينك أكيد. من كل انحاء الخليج. يا علي دلوني الفرت الخضر بالعجل يا خوي، تكفى شيكوه قول للسواق بانا امشي العصر، جاه جابر واستخروا هيدوه وانشدوا عن صاحب الخد الحمر، عندكم في دبي ولا طوفوه، لو يشوفه حاكم الفرس انتحر، مات في لحظة وفي الحال قبروه. عيني لنبان الفجر أسأل النجمين خلي ما لقوه، يا عجوز الخير ما عندك خبر، كم خليل عن خليله فرقوه، قالت اصبر قلت ما عندي صبر، كيف بصبر يوم قلبي ولعوه، أحمد الله طاب نومي واستقر في خليج عمان خلي حصلوه. يا علي دلوني الفرت الخضر بالعجل يا خوي، تكفى شيكوه. الحدود كان في عمان. كان في عمان. ترى رديتني تعرف على وين تنشد علي هو اخر شيء. ترى الفرت الخضر هاي الحين جت الحين جديده، بس كان زمان قبل مجدده يعني. لا كانت بيع الجمل يا علي، هو نفسه نفسه علي ليله. هو علي باع الجمل وراح عند الفرت الخضر. اسمعي مني، هو نفسه استوى دريول الاول، كان على الابل بعدين استوى دريول على الفرت الخضر. جدا جميله الاغنيه، وعيشنا الاجواء التراثيه فعلا الاماراتيه الحلوه. الله يسلمك. ويقول لك اولنا سي دي. شاي سي دي يا ابوي، نبغى كاسيت. جديمك نديمك عبد الله اللي مصمم على الكاسيت انه يكون موجود. زين اذا ردينا على الماضي فنان محمد، انت شو الاغاني اللي تستهويك تحب تسمعها، او منو من المطربين اللي نقدر نقول انك انت وعيت على الدنيا تسمع لهم؟ والله وايدين مطربين يعني، الله يعني اشوفك ما شاء الله اكثرها تراثيه اكثرها قديمه. جابر جاسم الله يرحمه، علي بروقه، فنانين يعني، فن الاماراتي الاصيل. ما طلعت برا، رديت على الفن. اسمع الإماراتي. فنانين ثانيين يعني، اسمع محمد عبده، خالد عبد الرحمن، مطربين يعني اللي في الخليج. عندك ربابه في المزرعه؟ عندي ربابه. هي والله ما شاء الله. كيف؟ بتروح انت بنجيك؟ لا لازم نجيك يوم صراحه، شيء في طيب. جو حلو ونجيك ونقعد. ربابه بيني وبين نفسي مرات في العزبه، اير عليها شوي. حلو حلو يعطيك. جميل جميل. اذا تكلمنا عن الاجواء، شباب ترى والله يسالوننا اسئله غريبه من فوق في الكنترول، يسالوننا اسئله شويه صعبه. زين الاجواء طبعا، البر له سحر مثل ما نقول، حتى عبد الله يشهد في هذا الشيء، لانه راعي بر، فاكيد لك اجواء معينه خلينا نقول تستهويك او ملهمه لك. خلينا اعطينا السحر اللي في البر هذا اللي يخليك تطلع الكلمات والحانك وتعيش الاجواء. والله البر هو راحه نفسيه وانسجام يعني، الواحد يروح، انا اروح البحر ابحر فيه. الله. بدل ما اروح البحر اروح البر يعني، ويطلع الالهام وهدوء، وتطلع الكلمات والالحان يعني. سبحان الله. بعد شخصية يمكن راعي البحر بعد تختلف ترى شوية عن شخصية طبعا راعي البحر. البحر غير راعي البر. في يمكن راعي البر هدوء أكثر، وفي تجلي أكثر يعني، مشاهدة ويناظر ويقعد يتخيل أشياء أكثر عن راعي البحر. تحصل بالصبر زيادة، وتحصل بأن عمله أكيد يختلف شوية من راعي البر. لكن الحمد لله دولة الإمارات جمعت الساحل والبداوة مرة في
يعني شعب ولا أروع ولا أجمل. الحمد لله الآن ما في فرق لا بين بدوي ولا حضري. أكيد طبعا أكيد هو باكر متشجع لأنه عازب كل القناة الفجيرة عبد وحياك بعد تقرب ويانا ربي يحفظك ونعزم طبعا محمد فضل ويانا إن شاء الله فالك طيب ربي يحييك إن شاء الله. لا أول شيء عزمتك الوالدة لازم تلبون دعوة الوالدة بعدين بنيكم إن شاء الله. نحن على آخر شمنا إن شاء الله أكيد نحضرك إن شاء الله. نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم وتونسنا فيك وكان الوناسة الأكبر صراحة سماع صوت الوالدة ربي يحفظها إن شاء الله ربنا وجل أجمل تحية ونشكرها على هذا الإنسان الرائع. الله يطول عمرك. السلام. الله يسلمك. مشكورين لكم على هذا اللقاء والله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله جميعا. آمين الجميع رب إن شاء الله. ريم إذا مشاهدينا في هذه الأجواء الطربية الإماراتية الجميلة اللي كانت معانا نختتم وياكم حلقتنا ونتمنى لكم إجازة سعيدة يعني بداية من مساء الإمارات واللي كان يتجدد معاكم إذا الله أحيانا يوم الأحد. الإجازة طبعا كانت سعيدة أكيد لأن محمد الهاملي كان يحضر ويانا في هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نشوفكم يوم الأحد. إلى اللقاء.